هل كان ليكوا يعني بصمة مختلفة؟ يعني معروف طبعا المناداة بتاعة المسحراتي بتبقى واحدة اصحى يا نايم وحد الدايم، هل كان في أناشيد تانية انتوا كنتوا بتألفوها مثلا او بتعملوا ليها ايقاع موسيقي مثلا او تنغيمة معينة في المناداة؟ هبدأ مع الحاج محمد وبعد كده اسمعك استاذ سيد. اقول لحضرتك حاجة، يعني انا الأناشيد دي بتيجي في الثلاث ايام الاخيره من رمضان، يعني الثلاث ايام اللي هي من يوم 27 28 29 بنعمل بقى ايه بقى؟ بنوحش في رمضان، بنودع رمضان خبر حضرتك، يعني مثلا ايه ما اوحش الله منك شهر رمضان، ما اوحش الله منك شهر الصيام، ما اوحش الله منك شهر التسبيح، ما اوحش الله منك شهر الصلاه، ما اوحش الله منك شهر الزكاه، يا شهرنا ودعتنا عاجلا، ومين العاش بقى ينظرك وينزل لديك الحلوة الكرام، يا ريتها دامت بطول الدوام، وأحياكم المولى إلى كل عام. الله، ده اللي التوحيش دي احنا كنا بنقولها في الثلاث أيام الإخارة من رمضان اللي 27 28 29. طب واستقبال رمضان ما كنتوش بتقولوا أناشيد معينة؟ لا، استقبال رمضان احنا من حبة الناس سنينا ولمة الناس حوالينا ما بنلحقش نقول حاجة، يا دوب يصحى يا نايم واحد يديه وتقول لي يا فلان وتقول لي قول لي علان، فتلاقي الناس حبها ليكي بيشغلك عن أي تقول أي حاجة، ما بتلحقيش تقول أي حاجة، فحب الناس بقى هو اللي بيلهينا عن احنا نقول أي حاجة بقى. طيب انت اكيد عارف يا حاج محمد ان استاذ سيد طبعا صوته جميل وما شاء الله موهوب. الله يكرمك. قبل ما اقول لك احنا عايزين نسمع حاجه معاك. تمام. هل انت بتدخل الاغاني مثلا في قبل كده ما تنادي على اسماء الناس في الشوارع في شبرا مصر وكده بتغني في مره في الشارع عادي؟ لا، هو انا يعني انا كنت واقف مره، يعني لان انا اصلا ولاد عمي في شبرا كتير، ولاد عم ابويا يعني، فمن ضمنهم شباب من سني والكلام ده كله، فهي دي اللقطه اللي جات يعني عمتي مثلا قاعده في الشارع عشان رمضان وكده ومولعين انوار والكلام ده، فهي عمتي عارفه ان انا صوتي حلو بس ما بغنيش، يعني انا بقول لي ايه يعني يا عباد الله وحدوا الله وحدوه، فاول بس مقول الكلمتين دول الاطفال بقى يتلموا حواليا والنبي عم يقول اسمي وانا يقول اسمي وده يقول اسمي، فانا ما بلحقش اقول حاجه. لكن لما عمتي بقى كنا بالليل كده في سهر رمضانيه وكده، فقالت لي قول المدح، فقلت المدح من هنا، في ناس صورت والجيران صوروا وكده، فطلعت على صفحة فيها 220,000، فالحمد لله الفيديو بتاعي ضرب، جاب فوق 65 مليون مشاهدة ما شاء الله، فمن هنا بقى انتشرت على مستوى شبرا يعني. طب احنا عايزين نسمع حاجة. طيب نقول رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا قولوا شهر طوله، غنوا قولوا اهلا رمضان، رمضان جانا اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ لا والله يعني ما شاء الله حنجره جميله وذهبيه زي ما بنقول.